مشاهدينا الاحباء مشاهدي قناه الحياه حول العالم برحب بيكم وبمشاهدينا على صفحه الفيسبوك في حلقه جديده ومباشره من برنامجكم المراه المسلمه. انا بشكر الرب جدا من اجل كل شخص منكم بيشاهدنا الان وبصلي ان الرب يستخدم النهارده كلمات النعمه المعطاه منه وصلوات الاخوه والاخوات المرفوعه من اجلكم اليوم علشان نكون سبب بركة لكل واحد وواحدة منكم كل يوم جديد في حياتك وفي حياتي دايما مليان بالاختيارات والأسئلة والمفاجآت من أول تصحي الصبح تقولي أنا هلبس إيه النهاردة أو هلبس الولاد إيه لمين اللي هيودي الولاد المدارس أو كل الأماكن اللي رايحينها ويرجع لهم مرة تانية لحد مثلا ما تقولي هطبخ إيه النهاردة او او مثلا تسالي طب انا كل جمعه مثلا اتعودت ان احنا ناكل فول على الفطار طب ليه طب ليه انا بعمل فول على الفطار كل جمعه ليه بطبخ ملوخيه على الغدا كل جمعه يعني نفضل نسال بعض الاسئله اللي هي يعني السطحيه اتصرف ازاي في يومي وليه اسبوعي شكله كده واولادي هعمل معاهم ايه؟ في اسئله كثيره من النوع ده بتبقى يعني اختياراتك اليوميه واسئلتك اليوميه بتبقى ليها نوع ما من السطحيه، في ناس بتفضل دي اقصى اختيارات وتساؤلات حياتهم اليوميه، عمر بحاله. تصوروا بقى الحاجات دي هامة مهم ان انا انظم وقتي ومهم ان انا اقول انا هعمل ايه النهاردة ومين اللي هياخد باله من الولاد والكلام ده كله لكن ما يبقاش هو ده التساؤل الوحيد في حياتي كل يوم كل يوم كل يوم لحد ما تلاقي حياتي مقصورة في تساؤلات سطحية ويلاقي ان كان في اسئلة اهم كتير في حياتهم كان لازم يسألوها ما سألوهاش يعني الناس اللي بتسال اسئله من النوع ده لفتره طويله بيتعودوا ان هم يعيشوا على السطح في كل امور حياتهم دي حاله او مرحله او او مرحله في حياه بعض الناس لكن في بعض ناس اخرين عندهم يمكن عمق اكتر فبيسالوا اسئله اعمق شوي انا ليه اتعاملت كده مع جوزي النهارده او مع ابني او مع اختي ازاي تصرفت في الامر ده ايه كان دوافعي انا ليه اخترت بعض التصرفات اللي عملتها النهارده ازاي اقدر اغير في نفسي افهم نفسي علشان اكون انسانه سويه واطور من نفسي في ناس عندها العمق ده ده كويس لكن مازال محدود عمقه مازال اقرب الى السطح برضو لان تركيزه ذات الانسان نفسي، شكلي، تطوري، كله بينعكس علي على فكرة أنا بتكلم عنه النهارده ده شيء يعني من واقع حياتنا يمكن ما بنفكرش ويومنا ماشي كده وحياتنا ماشية ما بنفكرش كتير إن إحنا نتعمق في اختيارات اليوم، أسئلتي أنا بنمو ولا لأ؟ طب أنا بنمو فكريًا ولا بنمو روحيًا؟ أنا بساعد أولادي إن هم ينموا فكرياً روحياً عملياً اجتماعياً ولا لا يعني دي أسئلة عامة لكن في نوع آخر من الأسئلة بعتقد إنه كثيراً ما بيكون نادر في وسط المجتمعات الإسلامية خاصة لأنك بتلاقي في قطاع كبير من الناس ما بتسالش نفسها اسئله عميقه اسئله روحيه. ف ودي الاسئله اللي بتتعلق بحياتك الروحيه الخاصه وعلاقتك بالله. كل ما يخص الروح فيؤثر على اعماق الانسان. النهارده انا عايزه اقدم لكم احد هذه الاسئله الهامه ونبحثه مع بعض. صدقوني انا يعني السؤال اللي انا هقدمه لكم النهارده هو عنوان الحلقه لماذا اطيع الله؟ ليه؟ أنا بطيع ربنا ليه؟ السؤال ده أنا سألته لنفسي في مراحل كتير من حياتي ولقيت إنه أعطاني فهم أعمق لعلاقتي مع الله. والنهارده عايزة أطرحه أمامكم ويعني كل واحد منكم يكون سامعني النهارده إسأل نفسك واسألي نفسك، أنت بتطيعي ربنا ليه؟ إيه معنى الطاعة في حياتك؟ في بعض يعني ردود جات لي من المشاهدين طبعا لأن ده سؤال كبير ومهم جدا في ناس كتير ردت على الفيسبوك بطريقتها أحد المشاهدين كتب لي رد على الفيسبوك بيقول أنا أطيعه لأنه أهل لذلك يعني أنا أعتقد أنه الـ الـ الإجابة دي إجابة صحيحة طبعا الله أهل ويستحق الطاعة لكن السؤال هنا إنت بتطيعه ليه؟ إنت تعود اللي تحيله خوف من النار آآ يعني آآ طمع في الجنة ها؟ ثقة في الله في كل واحد مننا لو كان أمين في الإجابة هتلاقي إن عندك إجابة مختلفة عن يعني عن آخرين لكن في إجابات تقربك من معرفة الله وفي اجابات تقربك من معرفه اللي بيدور جوه نفسك وانت في المكان الصح مع الله ولا لا؟ والنهارده ده هدف الحلقه. انا عايزاك تعرف الاله اللي بيحبك علشان كده محبته قادتك لطاعته. مش اللي بيرعبك علشان كده تخويفه قادك الى الرعب منه فعلشان يعني ايه تمشي امورك وهديكم امثله. اوكي؟ okay. يعني أنا بقول لكم نهاية الحلقة من دلوقتي لكن عندي دلائل وإثباتات من هو الإله الذي نعبده؟ من هو الإله الذي نتبعه؟ إيه هي نوعية الطاعة اللي أنت نفسك بتقدمها لربنا؟ عايزة أقول لك حاجة إحنا يعني كتير ما بنبصش إلى قلوبنا ونبقى يعني عايزين نقف أمام الله ونقول له رب أنا عايزة أبقى مسؤولة بس عن قلبي أمامك دي على فكرة فكرة مش موجودة أبدا في, في الإسلام أنت مسؤول عن حاجات كتيرة جدا ومسؤول عن اللي حواليك برضو ويعني في تدخلات كتيرة في الإسلام لكن الواقع أن الله العادل الله الحقيقي الله الواحد الرب يسوع المسيح يسألك عن نفسك وعن قلبك وعن فكرك وعن تعاملاتك ومسؤولياتك أمامه فقط دي واقع من الكتاب المقدس ومن الحياة مع الله يعني بتشهد لعدل الله مع الإنسان. في المسيحية وفي الإسلام في اتفاق على طاعة الله. لكن المعنى والتطبيق بيختلف تماما. في الكتاب المقدس بنشوف إنه في أنواع مختلفة من الطاعة لله. يعني في طاعات واضح في الكتاب المقدس قلت لكم قبل كده إنه الله بيحط لنا في الكتاب المقدس تصرفات الناس بغلطها وبصحها يعني يقول لك ده, ده صح وده يليق بالله وده صح ولا يليق بالله او بهذا او ده غلط ولا يليق بالله او بالانسان ففي في الكتاب المقدس بتلاقي ناس عملوا طاعات لله لانهم ما كانوا طمعانين في حاجه او خايفين من حاجه او انهم كانوا بيراءوا او ان طاعتهم كانت لخوف من الله سواء كانوا مؤمنين او غير مؤمنين هناك الكثير من غير المؤمنين ذكروا في الكتاب المقدس قدموا طاعة الله أو أو يعني يعني مش قدم طاعة يعني مفهوم تقديم الطاعة في الإسلام مختلف لكن أطاعوا أوامر الله في الكتاب المقدس خوفا من غضبه ولكن ليس معرفة لشخصه ولا محبة فيه في الكتاب المقدس بيكلمنا على الأنواع دي وهنتكلم عنها كمان شوية ده كان السبب الأساسي إني أقدم لكم فكرة النهارده. كمسلمه سابقه كانت مسأله طاعه هذا الإله شيء صعب عليا جدا ومجهد بالنسبه لي. لكن لخوفي الشديد من اللي هيحصل لي لو لم أطع كنت ببذل جهد كبير علشان ما أدخلش النار. لكن كان دايما في شعور بالإنفصال بين العقل والقلب مهما بذلت من جهد في طاعه هذا الإله. خليني اديكم امثله عن معنى الطاعه وانواعها واسبابها في الاسلام. عايزه اقرا لكم من الاسلام موقع الاسلام سؤال وجواب، في واحد سال كده قال ايه ما هي الطاعات اليوميه والاسبوعيه والشهريه؟ الحقيقه انا صدمني السؤال نفسه. يعني اقدر اقول ايه انا ايه الاعمال اللي تقربني من الله مثلا. ايه الحاجات اللي المفروض اعملها عشان حياتي تتصلح او او اني اعرف الله بصوره افضل لكن المفهوم ده مش موجود في يعني مفهوم الطاعه في الاسلام هو تنفيذ اوامر ان تطيع هو ان تنفذ الامر كما هو هذه هي الطاعه مش كده لكن الطاعه الروحيه تختلف فالرد بقى على الشخص ده اولا اللي بيرد عليه المفتي اللي بيرد عليه قال له الطاعات والعبادات بابها واسع جدا ولا يتسع المقام هنا لسردها فيمكن للسائل الكريم مراجعه الكتب الاتيه وراح راسس له عده كتب اولها الترغيب والترهيب انا خليني اقرا لكم يعني الرد من كما هو وعايزاكم تسمعوا وانا بقول شوف الطاعات اللي يعني اللي بيسميها الشرع الاسلامي والفقه الاسلامي دي شكلها ايه في حياتك يبقى اسمها ايه ولو في حد مسيحي هنا بيسمعني هيفهم انا بتكلم على ايه لكن المسلم لما يسمعني وانا بتكلم عن الصلاه والصيام وكده يقول طب ما دي من الطاعات ماشي خلينا نفكر شوي بيقول كده الطاعات اليوميه عددها له الصلوات الخمسة الوضوء والوضوء لها دي طاعة استعمال السواء السواك عند الوضوء والصلاة في صلاة الجماعة دي طاعة السنن والرواتب طاعة صلاة الضحى طاعة قيام الليل والوتر اذكار الصباح والمساء اذكار اليوم والليل عند دخول البيت والخروج منه دخول المسجد والخروج منه دخول الخلاء والخروج منه طاعات دي طاعات عارفين وانا بقرا ده حسيت بايه؟ حسيت انه في عارفين المكنه بتاعت الكاش ريجستر دي بيقولوا عليها ايه بالعربي؟ مكنه الآله الحاسبه اللي بتحسب انت دفعت ايه؟ فأما تيجي تحط فيها حاجه تروح عامله صوت كده دينج فكل مره تعمل طاعه في بتحط ربع جنيه يعني حاسه انه انت بتحط حاجه في حصاله اوكي؟ وده المفهوم هذه الطاعات ما هي الا عداد، هو عداد كده تفضل تحطه يزود حسناتك او يقلل سيئاتك. لكن يعني حتى دخول الخلاء والخروج منه طب ده يفيد الله في ايه؟ يفيد الله في ايه؟ انك تقول بسم الله الله اكبر وانت داخل الخلاء ولا خارج منه؟ الحمد لله مثلا يعني يعني ايه ايه فائده انك تدخل الحمام وانت بتسمي وتخرج منه وانت بتحمد ايه الفايده هل هذا هو ذكر الله هل ذكر الله اسم ولفظ بس نقوله كده تمتمه ولا ذكر الله في القلب محبه الله في القلب ذكر الله يغير القلب نشوف بقى ايه الـ 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 الامور التانية يقولك انك تردد خلف المؤذن وانت وهم بياذنوا دي طاعة. طاعة في إيه؟ إنك تردد خلف المؤذن، يعني مثلا الدنيا كلها تقف وأنت تقعد تقول الله أكبر الله أكبر، استفدت بإيه وأفدت الأمة بإيه ولما تطلع من الجامع تروح قايم لك اتنين تلاتة أو من ضمن الطاعات إنك تخرج للجهاد مثلا بعد الأذان، وتذبح لك كافر ولا اثنين يعني أو أو تقوم بمعصية حتى، يعني دي إزاي طاعة؟ وانت خارج مثلا منها وعارف ان انت رايح بعد كده تعمل معصية بأي شكل من الأشكال لانه لما بيتحط الحساب مع الله كأنك يعني ايه واحدة ليا وواحدة عليا طب انا حطيت خمسة ليا واثنين عليا يبقى, يبقى انا برضو الكسبان المسألة خرجت من الروحيات الى مسألة العداد والجسديات وبقت المفهوم للنقاء القلبي مش موجود يعني حاجة مش أنا شايفاها لا تليق بشخص الله ولا بالإنسان المؤمن أقول لك بقى إيه الطاعات الأسبوعية ما هو في يومي وفي أسبوعي الطاعات الأسبوعية إيه صلاة الجمعة قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يومها الاكثر من الصلاة على النبي إنك تكسر من الصلاة على النبي دي طاعة طب إنت لما بتصلي على النبي إنت بتستفيد بإيه وهو بيستفيد بإيه والأمة بتستفيد بإيه هل نسأل هذه الأسئلة صح يبقى كذب وصلاة النبي <applause> الأمر محزن ما هوش م... يعني الحقيقة ما هوش مضحك هو محزن صيام الاثنين والخميس من الطاعات الأسبوعية برضو طب ما تقول ما يعني ما عايز تقول طاعة لله إنك تقدم وقت في الصيام تخصص وقت للصلاة تخصص وقت لكذا دي حاجة تقربك من الله بس هل هي الطاعة فعل مجرد فعل إنت بتؤدي الفعل فرد زي الصلاه كده واحد اتنين تلاته اربعه و... وانتهينا وخلاص. الطاعات الشهريه بقى عشان نكمل صيام ثلاث ايام من كل شهر والافضل انك تكون في الايام البيض وهي 13 14 15 صيام يوم عن يوم يفرق في ايه؟ الطاعات السنوية الحج والصوم رمضان وصلاة العيدين والحج لما استطاع إليه سبيله الزكاة اذا توفرت فيه شروط وجوبها الزكاه اذا توفرت فيها الشروط اعتكاف العشر الاواخر من رمضان كلام كلام كله اعمال 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 مجرد له كلام وبعدين قال بقى حاجه انا قلت طب دي حاجه كويسه يعني اهو وهناك اعمال غير مقيده بوقت فتشرع في كل وقت وحين منها أعمال قلبية ومنها أعمال التطوع ب... و... بالجوارح فمنها المطلق بالصلاة في غير أوقات الكراهة واللي هي الأوقات اللي ممنوع فيها الصلاة والتطوع المطلق بالصيام والعمرة دي كلها حاجات ب... بيعتبروها من الأعمال القلبية وال... والكلام من ده لأن أنت بتتطوع يعني مش كده؟ تلاوة القرآن، الصلاة على النبي، الدعاء والاستغفار، بر الوالدين، طاعات، صلاة صلة الرحم، الصدقة، إفشاء السلام على المسلمين، حسن الخلق، عفة اللسان، محبة الله كل ده. في يعني كل اللي أنا قعدت أعدده ده الخمس دقايق اللي فاتوا دي كلها أمور يعني لا تضيف الى حياتك الروحيه شيء حتى يعني قراءه القران وسوره الكهف يوم يوم الجمعه بالذات مثلا يقول لك يوم الجمعه لازم تقرا سوره الكهف دي طاعه بس انت فاهم سوره الكهف طب انت فاهم كل اللي حصل في سوره الكهف ده ايه ولا فادك انت روحيا بايه ويعني ال... الامور مجرد انك بتردد تمتمات لا تفيدك في شيء كيف تعمق ايمانك بالله كيف تعطيك محبه لطاعه الله اوكي آه عن آه امور تانية يعني من الطاعات برضو انك تعمل صلاه الاستسقاء وصلاه الخسوف وكلام من ده بيقول كان السلف يستحبوا ان يجمعوا في اليوم بين اربع عبادات وهي الصوم واطعام الفقراء واتباع الجنازه وعياده المريض فقال لك بقى ايه ان النبي قال ما فيش واحد يصوم ويمشي وراء جنازه في يوم واحد ويعود وي مريض الا لما ويصلي الا لما يدخل الجنه فيعني يعني, يعني عايزه اقول تعليقي على ده انه الطاعه في الاسلام بيدخل فيها عوامل كثيره وتفصيليه كلها مرتبطه بعمل الانسان وما يقدمه لهذا الاله وكل شيء فيها بتمن لكن الاخطر انه لا حديث عن الترقيه الروحيه واليوميه في اله حاسبه بتعد كل الطاعات اليوميه والشهريه علشان تزود حسناتك وتقلل سيئاتك فدايما انت انت المركز والمستفيد سؤالي ما الذي يستفيد هذا الاله من الترغيب والترهيب والثواب والعقاب والتهديدات كلها اللي حطتها في هذا الدين والتعاملات اليوميه للانسان اللي بتحول العلاقه بين الـ 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 بين الـ الله والانسان الى تجاره والعلاقات الانسانيه اللي بين الانسان الناس وبعضهم الى ايضا الى تجاره هات وخذ زور مريض اديك حسنتين خلينا نشوف الآية اللي جاية دي عن آآ آآ اللي بيقول إن الذين يتلون كتاب الله نشوف السايد اللي جاي من فضلك إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور يعني لما التجاره اللي انت بتتاجر فيها بقى بقت العلاقه هو. انا شفت صوره لكن التصوير القراني لها تجد في هذه الاله في هذه الايه انت تتاجر بعلاقتك مع الله في الاسلام علشان تاخد مكان في الجنه وبعدين الله يقول لك أنا متشكر بقى أنا غفرت لك أهو بس أنا بقى أنا أنا متشكر عشان أنا كنت محتاج ده. هذا الإله يحتاج إلى ده بيشكرك ليه؟ علشان هو محتاج هذا الانتباه. الله لا يحتاجنا في شيء. الله يحبك فقط. مش محتاجك تشكره، مش محتاجك تقدم له أي حاجة، بل هو من قدم لنا كل شيء على حساب دم خليني آخد مكالمه سيد احمد من الجزائر اهلا بيك اخويا مرحب بيك آه. انا اتصلت عندي اسبوعين اتصلت لتفكرتي لا انا فكرك كويس معلش انا انا يعني ما نسيتكش ولكن لسه الحقيقه ما جاليش فرصه أبع... اشوف الفيديوهات اللي بعتها لي لكن كيف حالك اخويا اهلا بيك الحمد لله اهلا بيك وانت <applause> انا كويسه بخير آه آه اتصلت آه الخطره اللي فاتت اتصلت واحد اربع ولا اكثر من مرات ما ما فيش رد بعتذر لك هو طبعا الرقم ده موجود في وقت كل برامج الهوا واحنا بنحاول نتابع مع الرقم بقدر الامكان لكن احيانا بيكون المكالمات عددها كتير شوي فإذا اذا كنت اذا كنت متصل عشان اكلمك بعد البرنامج هعمل كده فعلا اكلمك بعد برنامج النهارده باذن ربنا بالنسبه لموضوع اليوم فضل. انا حابب كومور الخط خير مرخط بصح عندي انا كنت حاب نهضر على الارهاب اللي كنت تهضر عليه على الحصه اللي فاتت واللي قبلها حبيت نهضر في الخط قدام الناس عايز تعلق إيه على الحلقه اللي فاتت؟ ثلاثة. نعم اللي فاتت واللي قبلها اوكي في دقيقتين ثلاثه من طول كنت في فيديو ولقيت واحد يزيدين ومسلمين تعرفوا كذا كذا ويزيدي قال الله يلعنكم يا دواعش وما باليش انا رديت عليه وكتبت تعليق راني حاب نقراه قدام المستمعين <applause> انت بتتكلم آه، لكن... <تصفيق> <تصفيق> على انه شخص كتب تعليق على الفيسبوك يعني؟ لا على الفيديو في اليوتيوب أوكي. وانا حاب نقراه لاخاطش فيه الرد تاعي على كاع اللي قلته اتفضل <applause> صح، أول شيء أريد أن أقوله، الإرهاب ليس الإسلام والإسلام ليس الإرهاب، ل... عندي أدلة نقدمها هي أن إحنا في الجزائر مرينا فترة إسمها العشرية السوداء، هذا العشرية السوداء كانوا فيها الإرهاب منتشرين، اللي كانوا يموتوا ما كانوا يموتوا الإيزيديين ولا غيرهم، المسلمين ما كانوا يموتون والمسلمين ما كانوا يحاربون الإرهاب. هذا الدليل الأول ثاني آه, شيء ثالث آه, آه, شيء الإرهاب في اللغة أصلا يعني التخويف والتخويف عكس السلام السلام بمعنى الإسلام مم. الإسلام أتى للعالم بالسلام مش زي ما أنتم فاكرين يسوع قال أنا أتيت بالسيف آه, ألقيت العالم بالسيف وما ما أنا ما آتي الأل... آه. لألقي سلاما بس... بل سيفا مم. صح آه، كان ثاني ميليشيات المسلحه في افريقيا اللي خاطقة على الاسلام افريقيا الدول الافريقيه الوسطى، هذوك علاه ما تسموهاش ارهاب؟ على اللي يدعوا الاسلام تسموهم ارهاب بصح الاخرين ما تسموهمش ارهاب. طيب. انا ما اباليش آه، على ما تجاوبيه. اخي احمد آه. آه، آه. آه، بص اولا آه، كان نفسي تعلق على موضوع النهارده موضوع الطاعه. وارتباط الطعب بالعمل وارتباط العمل صح انا بال... ما تبعتش الحلقة المشكلة ما تبعتش الحلقة نعم ما تبعتش الحلقة هذا وانا شعلت التلفاز اوكي so أنا عايزك أنا... انا عايزك ترجع تتابع الحلقة ولو عندك تعليق على اللي انا بقوله ارجع اتصل تاني ونرحب باتصالك انك تعلق على حلقة النهاردة. هرد عليك سريعا أه... طبعا أه... انا يعني مش عارفة أه... انت بتتكلم على حلقة استضافتي لاحد الازيديين اللي كان بيتكلم فيها عن مشكله الازيديين وداعش مش كده؟ طبعا لا نستطيع ان احنا نلوم شعب بكامل حصل له يعني اباده بالتقريب يعني تقريبا هم ابيدوا بشكل وحشي جدا والعامل الاساسي فيه كان الفكر الاسلامي ومش مش بس الدواعش لا ده كانوا جيرانهم كمان بيقتلوهم جيرانهم المسلمين. ما حدث في الجزائر وانه الجزائريين وقفوا ضد ارهاب من اي نوع من الانواع دي كلها امور خاصه خبرتك الخاصه لا تعني يعني أنه ما فيش إرهاب في الإسلام العامل الأساسي اللي يقول في إرهاب في الإسلام ولا لأ هو كلام القرآن كلام الأحاديث الفكر الإسلامي المقدم للناس اللي بيزرع فيهم عن طريق القرآن السنة والشيوخ القائمين على رعاية المسلمين النهاردة ف ده العامل الاساسي اللي نقدر نقول في ارهاب ولا لا طبعا في انواع كثيره من الارهاب ولكن الارهاب الديني دايما هتلاقيه تحت اطار الاسلام اوكي اللي لا تستند على دليل فقهي ملهاش قوي قيمه يعني خبرتي او احساسي انا او فهمي انا عن الاسلام ساعات بيكون محدود لو لم يتسع الى دراسه المعنى الاعمق والاوسع للاسلام واضح الكلام واضح يا احمد اوكي انا بشكرك على مداخلتك وهرجع اتصل وما نسيتش فيديوهاتك هرجع اتفرج عليها وارد عليك اوكي اشكرك اخي احمد يمكن هو مش سامعني فتقدروا تقفلوا طيب الكتاب المقدس بيتكلم عن نوع اخر من العلاقات الانسانيه المثل الاعلى فيها هو السيد المسيح اللي اعطى مجانا لينا كلنا واحنا غير مستحقين بيقول الكتاب كده انه المسيح نظر للجموع وتحنن عليهم فعلمنا ان احنا ننظر بتعاطف ونحب الاخرين بلا انتظار مقابل مش ان انا اروح اعود المريض عشان يبقى لي كذا او 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 اخد بركه ولا اخد حسنه وكده يعني انا عارفه انه في كثير من المسلمين بيقوموا بزياره المرضى وبيعملوا حاجات للخير وكلام من ده علشان ابتغاء مرضات الله لكن المعنى الاعمق في هذا ابتغاء مرضاه الله لمصلحتك الشخصيه مش لانك ترضي قلب الله لانه قلب الله في الاسلام يعني ما فيش حديث عنه. ولا بيقول لك هو بيرضى بايه؟ مش كده؟ ولكن يعني او, ب... أو كمان لا فيه. في في بيرضى بحاجات تانية يمكن تكون فيها قتل ابرياء او انتقام او شيء من هذا القبيل، لكن المسيح علمنا اننا نتعاطف من خلاله، نحب من خلاله، نكون مثله، نكون قديسين كما هو قدوس، نرى الاخرين من منظوره هو. اوكي، okay. خليني اخذ مكالمة أخرى، مين معايا؟ الأخت ميري من سوريا، أهلاً أخت ميري، الرب ربي يباركك، أهلاً بيكي. يباركك يا ربي، يبارك يا ربي بكل شيء يبارك أمين. ربي يبارك حبيبتي تفضلي آه انا بس حابه احكي آه أنه بال... عند الاسلام تقديم الطاعات بتكون عن طريق الفرائض اللي بيقدموها آه آه انه هي تقربا الى الله م -م -م. لكن يا هل ترى انا وقت اللي اجي مثلا انا توضيت اوكي انا دين دين يسر ودين مانو عسر جيت وتوضيت بالهدوء اه انا اذا توضيت بمي بارده بيكون افضل يا هل ترى هل الله جد حقيقه هل الله غاوي انه يشوف آه ابنه او بالمصطلح الاسلامي عبده يشوفه يتعذب اكثر مش المحبه لله اكثر لا مم. غلط في, في كمان في موضوع المسحبة على فيه بيجوا بيقولوا انه لا الله ما بيحاسبنا بطاعاتنا انما باعمال بي ما بيحاسبنا باعمالنا انما بيحاسبنا برحمته طيب اوكي طب انت ليش شو عم تقدم لك اعمالك؟ لا عم تقدم طاعتك. اها. في احاديث كمان بتنص على هذا الشيء، في حديثين. امراه عملت اعمال طاعه لكن حبست قطه دخلت الى النار. وامراه كانت تعمل اشياء مو منيحه فواحش ما بدي اذكر هلا الكلمات. فواحش لكن بسبب لانها اسقط كلب دخلت الجنه. طيب اوكي. احنا صار في تناقض هيك. نعم. انا الله ما بده من هذا الشيء انا بس بدي افهم بس اخواتي اخواتي المسلمين اشكرك ما بده مني الله ما بده من شيء اسمه طاعات او شيء اسمه انا ماني مبرمجي الله لا. مو قاعد وركابة ويحاسبني بيحاسبني كانه ميزان لا الله بدو استحضار قلب الله بدو يشوفك انت قد ايه بحاجته قد ايه نعم الله محب لخليقته أشكرك يا واحد. ميري وعارفة يعني الكتاب المقدس فيه في العهد القديم كمان بيتكلم كتير عن إنه الله يريد رحمة لا ذبيحة. يعني آآ آآ الله يريد أن يتعامل القلب معاه أولا قبل الأعمال والكلام ده كله. أشكرك لأنه النقطة اللي جبتيها عن الوضوء وكده وده ذكرناه في الطاعات اللي, اللي بيقولوا عليها الطاعات يومية. يعني المسألة هل هذا الإله يريد أن يعذب عبيده؟ يعني لا آه. آه العكس آه الله الله انا بس حابه افهم انه الله الله اللي نحن بنحبه واللي الله خالقنا محب لخليقته الله ما بده من عنا وفضلوا عن كل عن سائر كل اللي خلقهم نعم. آه الله يشوف الانسان مشان يرتقي اكثر روحيا يصير اكثر قداسه آه وهذا اللي تعلمناه وتعرفنا عليه عن طريق من خلال الرب يسوع الرب يباركك ويستخدمك وتكوني صوت لإعلاء مجد الرب في كل وقت في اسم يسوع أشكرك حبيبتي أهلا بيكي يعني في أحد الإخوة بدل ما يعني يرد على اللي بنقوله بطريقة يعني يقول لا أنا شايف مثلا أن الطاعة دي بتغيرني مثلا أو أنه الصلاة مثلا بتعلمني حاجة أو الوضوء بيعلمني حاجة يعني فهمونا لكن الأخ بيقول لك إيه؟ الوضوء نظافة أحسن ما تبقى ريحتنا زي ناس تانيين، بيتكلم على إنه الفيديوهات اللي بتنزل دلوقتي بيقولوا إن المسيحيين ريحتهم وحشة، اتفرجوا على الحلقة اللي عملها الدكتور أشرف رداً على هذا الأمر يعني من مرة تانية عارف إيه؟ الوضوء ينظف اللي بره ولكن اللي جوه هيفضل هيفضل إيه؟ ينضح بما فيه. اللي بيدخل في قلبك هو اللي بيخرج ودي يعني يعني اصلي ان الله ينظف القلوب من الداخل. اوكي. في امر تاني حابه اطرحه في موضوع الطاعات ده هو انه الاسلام في الاسلام الله يشرك اخرين معه في طاعته. هسالكم ايه اول ايه قرانيه تيجي في بالك واحنا بنتكلم عن الطاعه. خلينا نشوف الصيد اللي جاي واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم مش كده من يطع الرسول فقد اطاع الله دي دي ايه كارثيه مش انك من يطع الرسول فقد اطاع الله يعني يمشي في, في حسب ما ادهوله محمد مثلا من عبادات او لا ده دلوقتي بيقول لك كده على الاطلاق تطيعه في كل حاجه في كل امر يديه لك فانت كده بتطيع الله هل هذا بيقول ان انه محمد بيقرن نفسه بالله والله بيقرن نفسه بمحمد محمد نفسه قال كده من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني شوفوا الـ 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 السلايد اللي بعد كده ومن عصاني فقد ابى من من البشر يستطيع انه يضع نفسه في مكان الله يقول اللي اسمعوني هتدخلوا الجنه خليك ورايا بس كده وانا آآ آآ الجنه تحت اقدامي يعني شايفين ازاي يعني محمد بي بيقرن نفسه بالله خليني اسالكم سؤال من ايام محمد للنهارده اوكي تقدر تثبت عمليا ومنطقيا ان كل ما قيل عن محمد من احاديث ثابت فعلا هو من محمد فعلا بالتاكيد لا مش ممكن انت عندك النهارده مشكله كبيره بتواجه الاسلام النهارده لانه عندكم الاف من الاحاديث منسوبه الى محمد وهي ممكن تكون مش بتاعته خالص فمحدش عارف مين عنده ايه ومين اللي الكلام اللي قاله صح فلما تيجي تطيع محمد بقى هتطيعه في الصح ولا في الغلط؟ والسؤال الاعمق من ده هل الله يضع البشر في مكان يخليهم ما هماش عارفين الصح من الغلط؟ يتحيروا فيه يعملوا الشيء ونقيده في نفس الوقت؟ اتباع محمد وسيرته وحياته يجعلك في هذا المكان ده اذا انت يعني ايه مش هتفكر حتى في الاعمال والافكار اللي قدمها لك محمد ولكن عندما تفكر في محمد كشخص ها الضحوك القتال تحب تبقى زيه ازاي؟ ازاي؟ اوكي آه خليني اخد آه مكالمه مين معايا؟ الاخ احمد اهلا بيك أهلا. اخ احمد اهلا بيك يا اختي وربنا يبارك الله يباركك اخ احمد اهلا بيك وصلتني رسالتك النهاردة بإذن ربنا وحنعمل على الأمر اللي طلبته تعليقك إيه النهاردة أخي أحمد تفضل علي أنا هقول آية من الكتاب المقدس تفضل إن أحب الله العال حتى بذل ابنه الوحيد <applause> لكي لا يهلك نعم شوفي بقى لكي نا. لا يهلك كل من يؤمن به لكي لا يهلك كل من يؤمن به نعم اه بل تكون له الحياة الأبدية أمين أمين يعني يعني ما فيش ضمان إلا اللي يسلم حياته للرب يسوع أمين ويبقى ويبقى في علاقه مستمره معاه. امين امين. علا... علاقه <applause> 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 فأ... نعم. طيب عايز اقول لك حطهم تحت ان احب الله العالم لكي لا يهلك لكي لا يهلك دي يحط تحتها متخاط. ايوه يا yeah. واخده بالي yeah. يعني اي حد يجي للرب مفيش خلاف نشكر الرب من اجل آه. ده اشكرك يا احمد والرب يباركك ويستخدمك طيب شكرا على التصالح يا اختي بقول يا اختي بقولك يا اختي اتفضل على نعم no. انا عايزك تطلبيني بعد البرنامج ضروري حاضر ضروري. انا انا قل... رديت عليك في الموضوع ده شكرا يا احمد ربنا يباركك حاضر طيب خليني جاي لنا طلبة صلاة الآن على الهواء كل إخواتنا اللي بيصلوا من أجلنا وبيصلوا من أجل المشاهدين الآن أرجوكم انتبهوا انتباه خاص للطلبة دي في طلبة بتقول ابني مفقود بقاله ثلاثة أيام هو وحيد يصلوا لنا أرجوكم طيب أمين يا رب إحنا بنتحد أمامك الآن يا رب من أجل هذه العائلة بنسألك يا رب أنه في اسم يسوع الابن ده يعود في اسم يسوع سالم في اسمك يا رب أنك تحفظه من كل شر وأنك تطمئن عائلته عليه بنتحد أمامك يا رب في أنك تظهر رحمتك ورأفتك على هذه العائلة والابن ده معرفش سنه معرفش هو فين لكن أنت تعلم وعيناك ترى وقلبك حافظ لي في اسم يسوع لا تمتد له يد الشرير بأي صورة من الصور في اسم يسوع المسيح وصلي أمين. أنا مش شايفة الاسم اللي طلب طلبة الصلاة كويس لكن أرجوكم أنكم تطمنونا حتى ولو بعد البرنامج أو في الأيام القادمة بنصلي معاكم وهنكمل نصلي لحد ما من نسمع منكم الرب يبارككم. طيب آه خليني آه ارجع تاني آه لفكره انه آه في شرك في بين الله ومحمد انا مش شايفه انه في حياه محمد آه شيء يجعله اهلا للاتباع او الطاعه اقروا التاريخ المشكله الثانيه بقى انه الاسلام في نوع اخر من الشرك ولكن يخص المراه بقى بشكل خاص اوكي اتكلمنا في الموضوع ده كتير انه طاعه الزوج تدخل المراه الجنه وشرحنا الموضوع ده كتير جدا وقلنا انه الفكر بهذا الشكل انه المراه يجب انها تطيع زوجها بالشكل المطلوب بالطاعه في الاسلام بيجعل هذا الرجل ليه يد في دخولها الجنه او دخولها النار خليني اخد مكالمه ثانيه معانا الاخ حسن من لبنان اهلا بيك اخي حسن تفضل سلام المسيح سلام ونعمة ليك أخونا أهلا وسهلا أنا عابر من الإسلام مرحب بيك أهلا فيك من 18 سنة واو الرب يباركك ممتاز أوكي. كمان من أنا وصغير ربيت بعائلة مسلمة م -م. كان هيدول الطاعات أكيد كانوا بحياتنا اليومية م -م. وكنت عم حاول اتقرب من الله م. لحتى بالاعمال أيوة. ما حضرتك ذكرتي م. بصراحه كطفل كنت حس انه انا عم كرر اشياء بحافظها نعم ما كنت عم بشعر بشيء و... يعني التقرب من الله م. كان ابعد شيء عن الواقع اللي انا عم اعيشه أه... لما وهيدا الشيء حفزني اكثر انه اقرا بالقران لانه ما تعودنا كثير نطالع بالقران او ننتبه للايات مظبوط او, أو نقراها وما نفهمش يعني احنا بنقرا بركه برضه نعم نعم <applause> بصراحه لما قرات لقيت كثير من التناقضات ولقيت كثير من الاشياء المنفره نعم أبرزن ان الله خير الماكرين نعم ما قدرت اتقبل هذا الموضوع آه، وان الله منتقم يعني حتى اسماء الله الحسنى آه، كانت اشياء مرعبه لإلي كطفل ايوه آه، هذا الشيء عمل لي نفور كثير كبير من الله وقررت أن اطلع على اديان ثانيه آه، لحد ما تقبلت مع الرب يسوع آه، باول سنه جامعه آه، هلا مش القصد إنه أحكي شهادتي بس من أول ما تعرفت على الرب يسوع هيدا الشي غير حياتي بشكل جذري جداً يا حسن قبل يعني دي, دي واحدة أنا عايزاك تشارك شهادتك لأن هو ده الهدف من اللي احنا بنعمله إنه إننا نعطي المجد لله فيما صنعه في حياتنا دي الشهادة اللي احنا بنطلبها على البرنامج ده وكل كل برامج قناة الحياة ف يعني خد راحتك أنا عايز أسمع إزاي الله غير قلبك أمين, أمين. آه بصراحة بعد موضوع الإسلام والنفور آه و أنا ما قطعت بفترة آه الحاد مم. لا آه وكان عندي فكرة إنه هيدا هو الإله ولكن أنا غير راضي بأوصافه ولا بأسمائه ولا بحتى أعماله مم. وحتى كرسول حسيته يعني من بين الاشياء اللي كثير استفزتني كطفل بالبدايه تحت عمر 18 هو كان زواجه بطفله نعم مفترض بريئه وزواجه المتكرر والميل يعني انا حتى لما قرات القران وختمته كذا مره تفاجات انه يعني عفوا بالتعبير تلتينه عن الجنس وثلث تلت عن الجنس وتلتين عن الحرب yeah. والرفض للآخر رفض الآخر yeah. وعدم تقبله yeah. والحكم عليه فبلشت أطالع بأديان تانية mm -hmm. آه وقرأت آه العهد الجديد آه أكيد ما كان بالصدفة بس آه كان شخص يعني استخدم الرب mm -hmm. كان بمدرسة آه مسيحية آه وموزع mm -hmm. عليه الكتاب وهو ما قرأه عطانية كان للجديانز م -م. قرأته كقراءة سريعة جدا حبيت الجانب الروحي اللي فيه م -م. ولكن كانت مطالعة غير روحية م -م. لأنه أنا طالع كنت تقريبا ترمتايف. فكر جسدي فبتستقبل بنفس الطريقة <applause> نعم وتروماتايز من الإسلام نعم طب انا يعني يعني عايزه حابه ان انا اسمع منك اكتر فلو اقدر اكلمك بعد البرنامج لو تسيب رقمك وتشاركنا باختبارك بشكل اوسع يمكن في حلقه خاصه ده يكون شرف كبير لينا شرفنا بس اذا تسمحي لي بس علق على الموضوع تفضل يس اتفضل هلا انا مفهومي للطاعات هو مبادله الله المحبه اللي احبها امين اولا هو مسافة دمه على الصليب أه حلول الروح القدس وعدم أه احزانه عدم يعني عدم أن لا نحزن الروح القدس لا. الساكن فينا نحن مسكن للروح القدس آه بعد ما في أكرم وأجمل وأسمى من هيدا الإله اللي سمح آه آه أول شيء آه تنازل من عرشه وأخذ صورة آه آه عبد عاللوية. والذي لم يخطئ آه مات لأجلنا ونحن بعد خطاط وسكن أرسل المعزي وسكن فينا نحن الخطاط المبررين باسمه وبدمه وبالإيمان به أمين أمين كيف ممكن نحبه بالمقابل؟ yeah. مستحيل هذا اجمل شيء يعني ولأنه على الاقل يعني هو انت... اعطانا التاكيد انه نحن رايحين على السماء هو يعد لنا منازل no. الآن نحن بطور التقرب والتطور آه. yeah. يا يعني. أنا بشكرك يا حسن وأنت قلت الإيمان القلبي الصحيح إنه نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولاً من السهل إنك تحب حد تطيع حد أنت بتحبه لكن أسهل كتير إنك تطيع حد هو بيحبك لإنك تثق فيه تثق اشكرك اخويا انا بتشكرك كثير على الماده اللي عم بتقدميها وعلى صدقك وعلى وبشكر الرب على انه عم يستخدمك شكرا أخوي. على التلفزيون نشكر الرب من اجل قناه الحياه والمنبر المفتوح لكلمه الرب ربنا يباركك امين اشكرك أمين. أخوي ربي يباركك أمين. الى اللقاء متاكدوا انه يكون تليفونه معنا من فضلكم اوكي أم. هرجع تاني اعلق بس تعليق على موضوع طاعة المرأة لزوجها لأن ده يخص برنامج المرأة المسلمة بشكل خاص جدا. ممكن تقولي إن طاعتها ده ممكن يكون أمر شخصي هي بتقدمه لله، يعني أنا يأسانة هحاول أعمل كل جهدي أرضي ربنا في جوزي علشان ربنا يرضى عليا، هل ده عدل؟ عندما يكون رضاه أو عدم رضاه يهدد مصيرها فده نوع من انواع الشرك بالله وليس طاعه لله ابدا. ده مش طاعه لله ابدا. يعني انا كنت هقرا لكم في مفكره كتبت في الامر ده مسلمه وهي يعني بتشجع جدا انه الست تطيع الاوامر الطاعه هي اطاعه الاوامر والنواهي الشرعيه بتقولها كده الطاعه هي اطاعه الاوامر والنواهي انت مش فاهمه الطاعه دي يعني ايه من الناحيه الشرعيه الطاعه هي التزام بالاوامر واجتناب النواهي. يعني حاجه انك تفرض على الزوجه انها تنظر للزوج على انه يعطيها اوامر زي الله أوامر ونواهي زي الله شيء في منتهى الظلم لقلب هذه الزوجة الكلام اللي اتكلمنا فيه ده يعني النهارده يعني بيديني لمحه عن سيطرة الفكر الاسلامي وادخاله الطاعات في اطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم بيوسع مساحه اولي الامر لناس زي مثلا الشيخ الشعراوي لو تحطوا لي السلايد اللي جاي ده مثلا لما بيقول لك انه استخدام العقل شوفوا الصوره اللي جايه دي كانت موجوده على فيسبوك حطوها بيقول لك استخدام العقل بيفسد في استخدام العقل والاكتشافات الناتجه عن استخدامه بتبعدنا عن الله والايمان به وبقدر استخدامنا للعقل بقدر ما سوف نبعد عن الايمان زي ما كده قديما قبل اختراع الانسان لخزانات المياه واقامه السدود كان عندنا آآ 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 لما اما الناس ما, بتش ما بتلاقيش ميه كانوا بيصلوا صلاه الاستقصاء اما الاستسقاء اما دلوقتي آآ آآ ف الناس بدل ما تقوم تصلي تدور على حد يصلح الماسوره ايه الكوارث دي على فكره فكره العقل للنقل وهؤلاء الناس اللي بيقودوا الامه الاسلاميه النهارده دول من اسوء يعني المصائب اللي بيصاب بها المسلمين اليوم لما نضطر اننا نلجا لحد شفتوا الاب الموجوده دلوقتي الناس تحط وشها على على الاب وتقوم تطلع عجوز اوكي فممكن تحطلي لي الصوره دي يعني الاب دي راحوا استفتوا واحد من من الشيوخ قال لهم لا ده حرام يعني ازاي تعملوا وشكوا كده في اب لان ده حرام. لعبه على على على, على, على اب على التليفون، قال لهم لا ده حرام. ليه؟ لانه الله آه 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 يعني قال لهم كده ما, ما ينفعش تصوير الناس وانه ما حدش يعرف المستقبل وانت عارف انت هتطلع شكلك كده ولا لا، اعملوا بس سيرتش وانت تشوفوا الموضوع ده. صغرنا العلاقة بالله لشكليات صلطوا بشر على بشر كمقياس لصلاح الإنسان ولا لأ أنت تحكم علي أنا إنسان صالح ولا لأ الكتاب المقدس بيقول كده أنه مقياس الصلاح في الكتاب المقدس هو المسيح نفسه الله نفسه خلينا نشوف الـ السلايد اللي جاي ده بيقول كده كأولاد الطاعة لا تشاكلوا آه اللي بقى اللي قبله اللي بعده أنا أسفة حطوا السلايد اللي بعده آه كأولاد الطاعة آه لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالاتكم بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قدسين طبعا دي, دي مش السلايد اللي أنا عايزاه بس حوصل للسلايد ده بعد شوي الله عايزك تكون قدوس كما هو قدوس تكون أفكارك قلبك تصرفاتك حياتك كلها مقدسة لي الطاعات اللي بتقدمها له لازم تكون مستمدة منه لازم يكون مستمد من فكره لازم يكون مستمد من الروح القدس اللي بيملأك عارفين الإنسان لما بيجي للمسيح علامة من العلامات إنه تغير انه بيبتدي يشوف الامور بشكل مختلف الاسبوع اللي فات الاخ احمد آآ 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 عمل مداخله وقال انا كنت انسان خاطي والمسيح غيرني النهارده حسن قال الله غيرني انا شفت كده وبقيت كده اللي الله علمه له ها ما بقاش بيقوم باعمال حسنه وحسابات وكده او او بقى بي بيقوم باعمال يقدمها لله على حساب الخوف والعذاب والزمهرير والقمطرير وكل مشاهر الرعب اللي موجوده في القران دي بقى بيشوف الله من منظور اخر الطاعه في الاسلام منبعها خوف خليني اديكم مثل سمعته من بنتي، سالتها ليه انت بتطيعي لله؟ بتطيع الله؟ عايزاكي تقولي لي فكرتك، فقالت لي في فرق في قصه، حكت لي قصه، قالت لي ماما لو ربيتي كلب في البيت ومرنتيه على طاعه طاعه اوامرك، وربيتي كلب في حلقه من حلقات المصارعه بتاعه مصارعه الكلاب دي ومرنتيه على طاعه الاوامر، الكلب اللي في البيت محبوب بيعامل برأفه ويدرب وبصبر ومحبه ويتحط على الحجر وكده لكن برضه بيتعلم يطيع الاوامر لانه بيتعلم آآ آآ يستجيب للإنسان اللي بيعامله ده لان الانسان ده بيعامله بمحبه وبلطف بيستجيب للمحبه مش للكرباج وبرضو بيتعلم ويطيع لانه مش بيخافوا انا عندي كلبه صغيره كده بقول دايما لما تي... اما, ال... أما تي ديوفتي... أم... تيجي أه... بقول لهم ما تخافوش دي لو جالنا حرامي تعمل له شاي وتقول له اتفضل يعني بتحب الناس لانها اتعودت انها محبوبه كي؟ اما في حلبة المصارعه فالكلب اللي في حلبة المصارعه ده متدرب عشان يحارب بيتدرب بالصوت بالقرباج بيرموه مع كلاب متوحشه ويصارع للحفاظ على نفسه عشان يكسب الجوله لسيده اللي بيربيه بالخوف وعارف ان قيمته في فايدته لسيده مات ولا عاش ما يهمش صاحبه الكتاب المقدس بيتكلم عن طاعه الرب ويعطي امثله كثيره لناس اطاعوا الرب بامانه وناس اطاعوا الرب لهدف مش كده النهارده عايزاكم تفكروا في في الله اللي عايزكم تطعوه مش بيفرض عليكم الطاعة ولكن يقدم لكم المحبة حتى الطاعة في المسيحية وشكل الطاعة في الزواج في المسيحية بيقول كده مثلا في آية انا عارفة هقولها لكم كده الآية دي لو فهمناها صح هنعرف ان الله يساوي بين الرجل والمراه ما بينقصش منها. بيقول كده في في رساله الرسول بطرس: كذلك ايها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنه مع الاناء النسائي كالاضعف معطين اياهن كرامه كالوارثات ايضا معكم نعمه الحياه لكي لا تعاق صلواتكم امام الله. لكي لا تعاق صلواتكم امام الله. لما الكتاب بيقول انه الاناء النسائي ها بيتكلم على انه آه هذه المراه وهذا الرجل هم انيه للمسيح للروح القدس الاثنين واحد هي ممكن تكون اضعف منك في الجسم لكن اقوى منك في الروح لكن الله بيقول لك اوعى تزعلها اعم اعملها زي ما انا بعملها والا تعاق صلواتك امامي من السهل انك تطيع من تحب لانك تحبه ولكن الاسهل ان تطيع من يحبك لانك تثق به زي الام اللي ابنائها بيثقوا بيها مش كده لانهم شافوا امانتها الثقه فالله تعطيك ايمان كالاطفال لو النهارده ربنا بيقول لك انا حبيتك منذ بدء الخليقه وانا ادعوك انك تتبعني حطولي لي السلايد اللي فيه اخر سلايد عندنا لو سمحتوا شوفوا كام ايه بتتكلم عن محبة الله الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا به. بها أسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح وربنا نفسه يسوع المسيح الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبديا ورجاء يعني أيها الأحباء إن كان الله قد أحبنا كذا ينبغي لنا أيضا أن يحب بعدنا بعضا نحب نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا عارف الرب النهاردة لما بيدعوك بيقولك أنا عايز أرفعك من وسط المزبلة اللي بنعيش فيها في الحياة وأجعلك ابن ليا وأعطيك ملكوت السماوات ولكن قبل الكل أعطيك محبتي المجانية ونعمتي المجانية التي تستطيع انك تقول تقول بيها استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، عارف ليه؟ لأنه ما بيسيبكش ومش عايز يسيبك وبيوعدك طول الكتاب المقدس أنا لا أهملك ولا أتركك، أنا لا أتركك متروكة أو أو, او محتاجه انا معك كل الايام والى انقضاء الظهر استجابتك ايه واستجابتك ايه للرب النهارده اصلي انك صلاتك اليوم تقول يا رب علمني من انت نعم استجيب لدعوتك لي اشكركم واصلي من اجلكم بكل محبه والى اللقاء في الحلقه القادمه امين E aí